جاي من غير ميعاد؟ اهلا 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 اهلا. سلموا على عمو بابي، دول احلى بنات عندي في الدار. دار ايه؟ دار ايتام. ازيك يا رفعت؟ اهلا بما عليك يا فندم. بقول لك ايه، خلي البنات يلعبوا باخدهم بعدين بعد ما يزهقوا. يلا انزلوا العبوا تحت، انزلوا. ده شيك عشان الفرح. هما كام عروسه؟ 25 عروسه معانا. جهزتهم كويس؟ باحسن حاجه زي ما حضرتك امرتي بالظبط. تمام، يبقى قول لي امتى عشان عايز احضر. حاضر. يبقى خد الولاد عشان ياخدوا هدوم من المحل، انا كلمتهم. ربنا يخليكي ليهم. تبوري بقى حاجه تاني؟ لا شكرا، خليك معاهم وبروحهم لما يخلصوا لعب. حاضر. تعالى. اول مره اعرف حوار الدار ده. ما جيتليش ليه لما وقعت؟ كانش ينفع اجي لك وانا مكسور. وايه اللي اتغير عشان تجي لي دلوقتي؟ حاجتين. الاولى عايز اعرف انا غلطت في ايه عشان توافق على اللي حصل لي. انك سبت ده يحصل وفي شغلك ده غلط وانت عارف، عشان كده ما جيتليش. بس انا كنت فاكر ان ليا معزه عندك. طبعا، والا ما تبقاش قاعد قدامي دلوقتي. بس ده ملوش دعوه بالشغل، وانا حذرتك قبل كده. والله انا ما بعملها مع اي حد، فما تلومش بقى غير نفسك. عندك حق. والتانية بقى نادى. نادى مشعل، انا هتجوزها. فكرت كويس في القرار ده؟ طبعا فكرت، وعشان كده جيت لك. ولو قلت لك لا؟ ليه بس يا ست الكل؟ ما تخافش، مش هقولها. انا بس كنت عايزه اعرف رد فعلك. يعني موافقه؟ اختيار مش هتكلم عليه، بس التوقيت غلط. لو قصدك على مازن. قصدي على ندى. هو سيادتك تعرفي عنها حاجه؟ انت تعرف عنها كل حاجه؟ طبعا. خلاص يبقى مبروك. الله يبارك فيك. حس كده بقى استاذن لنا. بابلو، انت بتحبها وهي بتحبك؟ عايز ايه يا عويس؟ انا جاي حقي نفسي ليك يا كبير، مش انا بس، ده انا والرجاله كلها ندمانين على اللي حصل. والله العظيم كان نفسهم يجوا معايا، بس خوفنا لا يعني عبوده يعرف حاجه. طول ما انتوا خايفين من عبوده ما تخصونيش. بس انت تخصنا وتلزمنا كبير. عبوده ده لبسنا في حيطه، هيصه ومطوع ونجاتي كلهم اتحبسوا من تحت راسه. عبوده هيوقعكم واحد ورا الثاني. ده ما عنده سهل يا كبير. الافتراء ده مزاج على الكبير وعلى الصغير. اول مره احس ان انا ابن حرام وانا معايا. فاكر ده بخيل وجلده وايحه ومعفن. عمل ايه في بيوت الرجاله اللي وقعوا؟ كبير بقول لك ايحه وجلده ومعفن. بس احنا يعني ما سبناهمش.